على الرغم من التحذيرات التي يطلقها الخبراء في مجال الصحة العامة والسلامة الدوائية فيما يخص عدم تناول بعض الفواكه والخضروات مع بعض الأدوية، إلا أن البعض لا يعطي لها بالا. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. أرحب بضيفتي بالاستديو بالأستاذة العنود الرشودي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، تشرفنا. أهلا فيك. أنا سعيدة بتواجدي معاكم. إحنا اللي أسعد والله يا العنود، يعني إحنا نحب نأخذ معلومات تنفعنا، لأنه أحيانا عندنا أفكار تكون خطأ وعندنا تجارب صحيح. فعلا ممكن تأثر على صحتنا. لكن خلينا أسألك، هل فعليا ممكن يأثر أو يعارض بعض الفواكه والخضروات مع الأدوية؟ في بيناتهم تأثير؟ أي أكيد طبعا، بعض الأدوية في تأثيرها كبير، وبعض الأدوية يكون تأثيرها مع الأكل بسيط، لكن بعض الأدوية ممكن توصل أنه يعيق عمل بعض الأكل، يعيق عمل دواء معين مثلا تماما، أو أنه يزيد من امتصاصه، وهذا شيء خطر جدا، فلازم ننتبه خصوصا مع الأعشاب مع الأكل. فبعض الفواكه بتكون يعني محددة معينة، لكن الأعشاب هي أكثر شيء. يعني في أشياء إحنا بصراحة نتخوف إنه يمكن نسمعها زمان من أهالينا، سواء كانت فواكه وخضروات مع أدوية، أو كانت فواكه وخضروات مع نوع تاني من مثلا الأشياء الثانية زي الحليب، خلينا نقول السوائل، الحليب والسمك لو تتذكري، صحيح. الموز، في كثير من الأطعمة. إيش ممكن يكون الحاجة اللي فعلا ممكن تكون سامة أو ضارة ما نقدر ناخدها؟ وهل صحيح موضوع الموز والحليب ده؟ لا مو صحيح. الأدوية مع بعض أنواع الأطعمة أي ممكن، لكن أطعمة معينة مع أطعمة معينة تسبب تفاعلات لا، غالبا لا. طيب إيش هي أغلى أو أشهر الأطعمة اللي ممكن تسوي تفاعلات مع الأدوية لو أخذناها مع بعض أو يعني وراء بعض على طول؟ مثلا عندنا من أشهر الأنواع اللي هو مثلا دواء الغدة اللي هو الثايروكسين، يتفاعل مع مثلا غالبا الأكل بشكل عام، والأخص اللي فيه ألياف. المفروض انه ناكله قبله، يعني ما يكون في اكل قبل الدواء بساعه وبعد الاكل بساعه. زي الخيار مثلا، سلطات. اي بشكل عام عموما نمتنع عن الاكل. هو اكثر شيء ياثر عليه الالياف، لكن بشكل عام يفضل عدم تناول الاكل قبل الدواء بساعه وبعد الاكل بساعه. يعني افهم من كلامك انه المشكله عنود في الدواء نفسه. في الدواء نفسه. الخطورة إيه؟ في الدواء نفسه، مش الخطورة من الفواكه او لا الخضار. ما هي خطورة، بس ان لما تاخذين الاكل يمنع من امتصاص الدواء نفسه، فبالتالي ما تستفيدين منه بشكل كبير. فهمتك. طيب كمان بالمقابل عنود، يمكن في بعض الأشياء اللي الواحد يستعملها إذا زادت عن حدها ممكن تتحول لمواد سمية، بالنسبة لموضوع الأعشاب والفواكه والخضار. يعني مثلا بنعرف إنه في ناس كثير يشربوا قرفة إنها مريحة وتنظف وتريح وهذه الأشياء، لكن بالمقابل نسبتها في الجسم ممكن تأثر بشكل سلبي. إذا كميات بسيطة لا بأس، لكن في أدوية أو في أعشاب عفوا تكون هي اللي فعلا صراحة خطرة، وخصوصا لو كان ياخذ أدوية معينة أو عنده أمراض مزمنة. يعني مثلا عندك الزنجبيل مسيل صحيح ومدر للبول، فلو كان قاعد ياخذ أدوية مثلا مدرة للبول وقاعد ياخذ برضه زنجبيل، فممكن يجي جفاف، وهذا جدا خطر، خصوصا إذا كان مع ناس عندهم أمراض مزمنة، عندهم مشكلة في القلب، عندهم مشكلة في السوائل في الجسم، أو انتظام في ضربات القلب. عندك بعض الناس مثلا عندهم أمراض كلى أو أمراض قلب، فياخذون كمية كبيرة من الأكل اللي فيه يحتوي على بوتاسيوم أو فسفور، ممكن يدخلهم لا سمح الله المستشفى في ارتفاع في كمية هذه الأملاح، فهذا مرة خطر، لازم ينتبهوا منه. بشكل عام لا بأس، لكن المشكلة في اللي عندهم أمراض مزمنة. اتكلمتي على الأدوية حقت الغدة، قد إيه ممكن تكون كمان لها خطورة مع الألياف، كمان تكلمنا عن الأدوية والمسيلات، ولكن بالنسبة لأدوية الضغط كمان تخوف، أدوية السكر تخوف. تحسي برضو في أشياء معينة ما تتاخذ معاها؟ مثلا أدوية الضغط والفشل القلب تتعارض مثلا مع الجريب فروت كعصير أو كفاكهة بشكل عام. الجريب فروت لازم ينتبهوا منها. أدوية السكر لازم يكون ماكل قبلها كويس، سواء كان حبوب أو أنسولين. الأنسولين طبعا أخطر، لأنها تسبب هبوط في مستوى السكر في الجسم لو ما أخذ أكل كفاية أو يناسب الجرعة المحددة له. يعني دكتور لما يجي يقول انه لازم ناخذ هذا الدواء قبل الاكل، او انه يوصفه بعد تناول وجبه مثلا الغداء او العشاء وتقدر تكون الوجبه، يعني هنا الدكتور بدقق في هذا الموضوع تحديدا مع حق في شيء، او في تختلف قدرات الامتصاص حاجه زي كذا؟ اي طبعا، اذا حدد الدكتور انه لازم يكون قبل الاكل، ف
فمهم جدا أن يلتزم بتعليمات الطبيب، لأنه لازم تكون على بطن فاضي، لازم تكون مو شرط على بطن فاضي، أحيانا يكون عدة أسباب. مثلا زي الأنسولين يحتاج مثلا من ربع ساعة إلى نص ساعة علشان يبدأ مفعوله في الجسم، فلما يبدأ يأكل وهو لسه ما أخذ الأنسولين أو خلص من وجبته ولسه ما أخذ الأنسولين بيصير في ارتفاع شديد في المستوى السكر، وبالتالي ما لسه ما بعد لما ياخذ الانسولين ما يوصل مرحله ما بدا يفعل الحقيقي يبطا مفعوله. او مثلا زي الثايروكسين مثلا دواء الغده، اذا اخذناه على معده مليانه ممكن ما يستفيد منه الجسم او ما يمتصه كامل فيأثر عليه. من الاشياء يمكن انا مريت فيها والحين قاعد تتكلم انا تذكرتها، انا الحمد لله ما عندي حساسيه ولا نوع من انواع الاطعمه، لكن اذكر انه مره جمعت ما بين نوعين عمل لي ردة فعل وصار عندي زي الارتكارية. هذه كمان ممكن تحصل إذا مثلا الواحد جمع ما بين بعض الفواكه والخضار أو مثلا مع علاج أو شيء كتحسس شيء مؤقت، يعني ممكن يكون عندك حساسية من نوع معين ما تعرفينه، أو ما يكون بسبب هذا الطعام اللي أنت جمعتيهم الاثنين، أو يكون مثلا ما أخذ دواء قبل فهذا اللي جمع بينهم هو اللي سبب لك زي ردة فعل. أيوة تكون ردة فعل زي التحسس، بس هي كانت مؤقتة الحمد لله. الحمد لله دام الحساسية تكون فترة معينة تطول، لكن غالبا تروح مع الوقت، أو ممكن أنها تبدأ فجأة، فلما يكون مثلا ما عندك حساسية من الموز بس فجأة في عمر معين صار عندك حساسية ردة فعل فجأة، مو شرط يكون معك من زمان. طبعا كأخصائية تغذية علاجية، هل ممكن انه الاطباء او يصير عندنا مثلا قدرات اكثر او اكبر انه احنا نوعي المرضى لما تجي تاخذ الدواء ده مثلا ما تاكل معاه شغل فلان؟ انا ما عمري بصراحه قابلت دكتور كذا. ايوه صح. يعني ما يعني ما قد مثلا مر عليك انا يا قبل الهواء يا عفوا قبل الهواء يا قبل الاكل يا بعد الاكل، بس هذه الاشياء اللي اسمعها يعني ما اتذكر انه مثلا ممكن انت مره اخذ بالك الشيء يعني ما قد لاحظنا انه مثلا ممكن يكون في او يتواجد دكتور يجي مثلا ينصح المريض انه هذا الاكل مثلا او هذا الدواء عفوا لا تاخذ معاه الاكل الفلانيه سواء كانت موز خيار سلطه او لا ابدا. هو قليل اللي يكون كذا، لكن لا موجود يعني اكيد الدكاتره ما يقصرون، لكن غالبا يسهون مثلا يكون سهو او وهذا اخبص او المريض ما عنده فكره ولا يسال حتى، او ممكن يكون المريض على فتره طويله من نفس الدواء فالدكتور باله انه دائما خلاص يعني عارف للدواء وعارف كل التعارضات. فانا افضل طبعا يعني الاطباء لازم يكون يحرصون على هذا الموضوع أكيد. ولازم يحكون بالتفصيل اللي يدخل على المريض كانه اول مره يدخل عليه. واذا وحتى من كمان من واجب الطبيب انه ينبه على هذه الاشياء. المريض نفسه لازم ياخذ المعلومات كامله سواء من الطبيب سواء من الصيدلي، ما يطلع ويحط في مجال شك او انه لو صار معاه عرض معين يكون متوتر منه او ما هو عارف. ما هو عند اغلب المرضى هيجي يقول لك والله انا مو عالم كيمياء ما راح اعرف مثلا انه في شيء معين او ماده معينه في ماده معينه ثانيه في الاكل او تتفاعل معاها، يعني ما راح يفكر بهذه الطريقه. لا ما راح يفكر المريض بالعكس معتمد على الطبيب 100%. صحيح. اذا جاء الطبيب وما قال لي انه لا تخلط او لا تسوي شيء معناته خلاص الدكتور اكيد هو بيكون كذا، لكن انا قصدي انه يستفسر ما فيها شيء، يعني لو سأل الطبيب هل هي تعرض مع دواء معين أو مثلا يكون يقول أنا أخذ دواء فلاني فهل أنا أقدر أخذ معاه الدواء الفلاني، يمكن يكون في تعارض أو الدكتور سهى، فأنت كمان أسأل ما فيها شيء، أسأل الطبيب أو أسأل الصيدلاني. يعني هي ترى الحكاية جدا خطيرة أبدا ترى خطورة، خصوصا مثلا الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم ياخذ العلاج الحبوب اللي ترفع ترخي عفوا او تعمل تعديل للضغط، وفي نفس الوقت احد ينصحه انه اشرب مثلا هذه العشبه. انا ما اعرف الاسماء ولا اعرف ايش ممكن الواحد يستخدم عشان تضبط معه. فانت اوريدي قاعد تاخذ حبوب كيميكال عشان تنزل لك الضغط، وكمان تاخذ معاها مثلا مشروب ولا حاجه يعني فين حتروح؟ خبص. صح ممكن بالضبط. يخبص بنفسه يعني ولا سمح الله يصير بهبوط في الدوره الدمويه او في الضغط. هنا خطا وهذا كله مين هيتحمله؟ لو للأسف المريض هو حيتحمل فإحنا لازم يكون عندنا توعية. أنا أحس بخصوص هذا الموضوع يعني ما نقدر نمداها من المدارس، أنا أحس ممكن تبدأ من وزارة الصحة أو حاجة زي كده بالنسبة للدكاترة، يبدأ يوعوا المرضى يبدأوا مثلا ينبهوا، أو مثلا وزارة الصحة تعمل حاجة للدكاترة أو تعطيهم خبر تنبههم أنه لما يكون في هذه اللخبطة لا تجمع. أيوة يعني ضروري أنه أنت تنبه المريض، خصوصا الأشياء اللي فيها يعني تفاعلات واضحة يعني ما يحتاج لها تفاصيل كثير.
المفروض انه شكل روتيني خلاص. انا وصفت لك مثلا الدواء الثيروكسين عقبها على طول مباشره لازم يقول لا تاكل قبلها بساعه ولا تاكل عقبها بساعه. أيوه. اعطيتك هذا الدواء مثلا ما ينفع مع مثلا الفيتامينات المعينه او الاوراق الخضراء مثلا. ورا الدواء مباشره عشان يصير تعود عليه ما تاخذ منه وقت، يصير ينتشر هذه الثقافة في المجتمع كامل. صحيح. يمكن بنلاحظ بعض الاجتهادات على تويتر انه بيبدأ يرسل الدكتور دائما يحط الصفحة حقته وحاجة زي كده، يعني يفهم او يوعي يحاول يوصل قد ما يقدر. اكيد الا ما سمعت انتشار نوع من انواع مسكنات الصداع ما 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 يتخلط مع او يتاخذ مع مشروبات الطاقه بالضبط. يعني كانت هذه احدى الاشياء كمان اللي صحيح هذه خطيره، يعني هذا مجهود شخصي كمان يا عبير. يعني فعليا انا الحين جالسه بحاول اجمع كذا حاجه واحنا في جلستنا هذه. مثلا اعرف انه عشبه السدر ما تنفع للناس اللي بياخذوا مثلا كيماوي لانه بتعمل رده فعل قويه وممكن تسبب تساقط للشعر، مع انه السدر كويس في مواضع لحالها. مثلا عندك حبة البركة ممكن انها هي يعني تلعب في جهاز المناعة، فبرضو في ناس ممنوع انهم هم يتناولوا حبة البركة بنسبة كبيرة. صحيح. انا اتكلم انه وزارة الصحة ممكن انه يكون لها دور، ايش تبغى تسوي؟ انا حكتب كل حاجة لا تسوي لا تفعل ولا تعمل، لا يكون في مثلا كامبين دائما احنا نسويها. أيها. حملات كبيرة على مستوى المملكة عن مثلا كل مرة مثلا عن الأدوية، مرة عن الغذاء، مرة عن مرض معين. فهذه الحملات تنتشر في المجتمع وخصوصا اللي عندك الانفوغرافيك تنتشر كثير بالواتساب، تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي، فالناس سهلة تداولها وتوعيها بشكل كبير. سهلة بنفس الوقت، يعني ما حتاخذ جهد كبير من الوزارة ولا حتى من المستشفيات عموما. حلو تمام. ممكن أن يكون أطباء خصوصا الأطباء اللي مختصين بعلاج مرضى القلب، السكري، ضغط الدم، شوية الأمراض اللي ممكن تكون فيها خطورة، يكون عندهم ضرورة طبعا لتوعية مرضاهم بهذا الموضوع؟ إيه أكيد. أنا غالبا أظن أنه أغلب الدكاترة اللي عنده أو مختصين بأمراض مزمنة وخطيرة وتؤثر على الصحة يعطون الوقت الكافي للمريض. يعني مثلا مرضى الدكاترة حقت مرض السرطان أو دكاترة القلب أو دكاترة الكلى والكبد غالبا يصير عندهم حس مسؤولية لأنه مسألة جدا حساسة، ممكن مسألة حياة أو موت إذا في تعارض مع الأدوية، فلازم يشرحوا لهم بشكل كبير. صحيح. وكافي ووافي، يعني ياخذ وقته في العيادة المريض بشكل كامل يشرح له جميع ويدي التفاصيل، مثلا زي جدول أكل، يعطي جدول. هو طبعا الحين الحمد لله تغذية. أي لازم يحولهم على أخصائي التغذية، والحين الحمد لله المستشفيات كلها فيها أخصائي تغذية. صحيح. فلازم يمرون عليهم يشوفون الجدول الغذائي المناسب لهم، الدكتور طبعا يكون حشارح لهم عن التعرضات الأدوية، والأخصائي التغذية لازم يشرح لهم عن، لأنه كل مريض عنده حمية مخصصة له، فلازم يتابع مع أخصائي التغذية عشان نوصل إن شاء الله الهدف يرضي الجميع. جميل جدا. إن شاء الله طبعا شاء نسأل الله السلامة لكل المرضى وما يشوفوا شر، والواحد لازم يكون حريص إيش اللي قاعد يأكله في الآخر. صحيح هي الداء وهي الدواء في نفس الوقت. أكيد صحيح. شكرا لوجودك اليوم معنا العنود. شكرا لكم جميعا لاستضافتي. أهلا وسهلا مشاهدينا، حنطلع فاصل نرجع نكمل.